دي خلاص يعني في دبح حصل، جابت كل حاجه. اكلت الفسيخ امتى بالظبط يا كابتن وليد؟ اكلت يوم الاحد. العيله كلها يعني. الاسره الاحد اللي هو قبل شم نسيم بيوم يعني. بيوم. بس كان واقف فوق دماغنا اتنين. عديل الكبير وعديل التاني، عمالين ينبطونا بقى. ليه؟ يعني في حالات تسمم، خدوا بالكوا. بتفرق معاك الحاجات دي يا كابتن؟ لا. من امتى ومن امتى والناس بتقول في حالات تسمم؟ كل سنه على كده. لو خليه يتكلم. اللي يتكلم يتكلم. اقول لك عايزين نتفق مع المستشفى، طب ظبطوا نفسكم عشان التليفونات برضو بعد ولا اي حاجه. والبصل واللمون شغال والدنيا. والرنجة كابتن علاء اخبارها ايه؟ لا مية مية تمام. اكلت امبارح طبعا. يعني فسيخ ورنجة ولا فسيخ بس؟ يعني لا رنجة بس. رنج. انا بحب عامة احب الرنجة. ما بتحبش الفسيخ قوي؟ مش فسيخاوي قوي يعني. بس هو الواحد بقى دايما نفسه كده على الفسيخ بتروح. يعني في اليوم. انا عامل لا ما هو بص، انت عارف انا اكلت فسيخ امتى؟ يوم السبت. لا انا اكلت رايح البيت والله العظيم لوحدي، كانت بقى مراتي وولادي في حتة تانية خالص، خدت الفسيختين كبار كده وايه مش متقطعين، رحت يعني مقطع عايش انت من النص كده وشال القشرة ورحت فارد وشويه زيت زيتون على شويه ليمون، ورحت مقطع بصل وعيش بقى حلو محمص. استوديو قلفه تفيت. معلش بقى اسمح لي قلفه تفيت. ورحت فارش على الارض وقاعد كده حاطط شلته ورايا عمال بقى، والحاجه الساعه شغاله. جاي منين بقى؟ جاي جنجري من نابارو. من نابارو. لفه كده انت عارف. بصراحه انا جالي برضه وديت شويه للبيت الناحيه الثانيه، بس سبت مراتي بقى والولاد لان اصلا بيقلقوا شويه. بيقلقوا من الفسيخ. لا امبارح رحت قاعد مع نفسي. امبارح قناة النادي الأهلي زايعة من شيخ زايد. حاجة جميلة يعني. إيه عايز أقولك ما شاء الله يعني يوم جميل. عزومة يعني ولا إيه؟ لا يوم شم النسيم امبارح، والأهالي بقى جايبين الفسيخ وسواء في الجزيرة أو مدينة نصر أو الشيخ زايد الجديد. طيب. فيعني ريحة الأندية امبارح كانت جميلة. طيب خلينا نتكلم الأول على المنتخب الأولمبي قبل ما نتكلم على ماتشات النهاردة والماتشات اللي اتلعبت في الأسبوع اللي فات من بطولة الدوري. نتكلم عن المنتخب الاولمبي وصعوده لدوره الالعاب الافريقيه كابتن علاء. وفوزه على بروندي فوز مكرر 2-0، كنا كسبنا هناك 2-0 في مباراه الذهاب، ومباراه العوده برضو في السويس اول امبارح كسبنا 2-0. وانت عارف دايما ان المنتخب الاولمبي عنده هدفين، الهدف الاول الصعود لدوره الالعاب الاولمبيه في ريو دي جانيرو السنه اللي جايه ان شاء الله، والتصفيات هتبدا في شهر 7. هنلاعب الكسبان من رواندا والصومال واوغندا، هيلعبوا بعض الفرقتين والثلاث فرق، وفرقه منهم اللي هيكسب يعني الطرفين الاخرين هيكون طرف منتخب مصر او في مواجهه منتخب مصر في شهر 7. نعدي المرحله دي ان شاء الله نوصل الى الدوره المجمعه السنغال. والهدف الثاني الوصول لدوره الالعاب الافريقيه ده، وتحقق رغم ان هو مش من الاهداف الكبيره، لكن تواجد برضه في دوره الالعاب الافريقيه بيبقى مهم، وده من خلال التصفيات اللي احنا فوزنا فيها على بروندي. هو يعني تأهل مستحق او مضمون يا كريم، او مش يعني حاجه طبيعيه طبعا يعني. مهما كانت بروندي في فرق بينها وبين منتخب مصر كبير قوي. انا شايف منتخب الاولمبي ده هو ده الامل لكره لمستقبل الكره المصريه. طبعا مجموعه لعيبه ممتازه مع جهاز فني ممتاز طبعا، لكن حته الصعود دي بالنسبه لي كانت شبه منتهيه خالص يعني، حتى من قبل ما يلعب بروندي كان هنا او هناك. لان طبعا فروقات كبيره جدا بين منتخب مصر ومنتخب بروندي او منتخب اي منتخب افريقيا تاني. زي ما بقول لك يا كريم، الـ 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 الاعداد او التفكير الابعد من كده بكتير جدا في اكيد في ذهن كابتن حسام والجهاز الفني. الصعود خلاص لصفات افريقيا خلاص انتهى، لكن هي بقى ان شاء الله الاولمبياد في البرازيل. اعتقد هو ده الشغل كابتن حسام، وان شاء الله طبعا هيوصلوا، لان زي ما بقول لك معاه منتخب ممتاز كابتن حسام. كابتن وليد، رايك فنيا في المباراه اللي اتلعبت في استاد السويس اللي احنا شايفين لقطات منها وكسبناها 2-0؟ بص، في حاجات عجباني وفي حاجات مش عجباني. يعني مبروك طبعا منتخب مصر وكابتن حسام البدري وكابتن اسام عرابي وكل الجهاز الفني واللاعبين. يعني حاجه جميله ان انت بتكسب وبتوصل سهل، لان انت ده مقامك وتستحق كده. لكن على المستوى الفني في حاجات مش عجباني، يعني تحديدا نص الملعب. وجهه نظر الشخصيه او الفنيه ان رامي ربيعه مع محمد اشرف شايفهم لا يعني محتاجين كتير. رامي انا شايف انه لعيب كويس وكل حاجه، بس هو حته الرشاقه والمرونه مع اللياقه البدنيه مع الضغط بتاع الديفندر لا مش موجود شويه. عشان كده حتى الكابتن حسام طلعه اخر 25 دقيقه، وعايز اقول لك انه لما قلب الطريقه خلاها 4-1 4-1 كان من احلى فترات المباراه. يعني من وجهه نظري احلى تلت ساعه لمنتخب مصر التلت ساعه الاخير، بدا يبقى فيه كوره،
كمان لما نزل محمد سالم برضو وجهة نظر ان محمد سالم امكانياته اعلى من حسين رجب شويه، ممكن لفرق الخبره، ممكن بيلعب على طول مع نادي المقاولين طبعا، وراس حربه سريع جدا. بس لما نزل محمد سالم مع رمضان صبحي مع كهربا مع عمرو ورده، تحس ان بقى في شكل حلو في الملعب. فعندي يعني تحفظ شويه على رامي ربيعه مع محمد اشرف. الاثنين معرفش هل في ديفندرات تاني في منتخب مصر ممكن يكونوا غايبين او حاجه، لكن الاثنين دول تحديدا كمان حاسس ان في تقل شويه، يعني تحديدا عند محمد عادل، عند محمود حمدي، عند رامي ربيعه، فتحس ان لا السرعه مش مفتقدينها شويه، يعني في بطء شويه في المنتخب. كمان حاسس بحاجه تانية ان في فرديه شويه، كهربا على طول لوحده، رمضان صبحي على طول لوحده، تريزيجيه على طول لوحده، يعني تحس ان الجمل او اللعب الحلو اللي انا اتمناه من منتخب مصر الاولمبي اتعمل في اخر تلت ساعه لما بدا يبقى في زياده وكلهم لعيبه كوره، يعني عمرو ورده مع تريزيجيه مع رمضان مع كهربا مع محمد سالم بداوا يعملوا جمل حلوه. ده وارد علشان بروندي خلاص رمى الفوطه او خلاص يعني مش فارق معاهم، كده كده مغلوبين كتير فاخر تلت ساعه ريحوا، لكن بشوف ان المنتخب محتاج شويه تظبيط في الناحيه الفنيه. لكن الكويس ان اللعيبه مش خايفه، بتعمل كل حريه كامله من الكابتن حسام البدري، ناس كلها بتلعب بالكعوب او كده، ومع ذلك في حريه. كابتن حسام دايما بيعودنا ان هو بيدي حريه للعيب لكن مع الالتزام الخططي، فده واضع على المنتخب قوي. كلهم مش هايبين لان اغلبهم او ان لم يكن كلهم بيلعبوا درجه اولى في فرقهم، حتى رامي ربيعه محترف بره كمان. فبالتالي من اول نزول محمد سالم في دقيقه كام بقى 60 خد له مثلا بتاع 10 دقائق، وبعد لما طلع رامي ربيعه ونزل عمرو ورده الملعب بقى ايه اختلف. يعني اتفرجت على اداء حلو انا احبه المنتخب مصر، فاتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، واظن او اكاد اجزم ان في تعديلات هتحصل. خلي بالك في لعيبه كانت متعوره كتير كمان في الماتش ده، وفي لعيبه محترفين مش موجود، صالح جمعه واحمد حسن كوكا المباراه مش في الاجنده الدوليه، في شكري نجيب متعور، في محمود حمد، في اكتر مصطفى فتحي لاعب نادي الزمالك، في اكتر من لعيب كان غايب برده في المباراه اللي فاتت كابتن علي، وحتى احمد سمير لما نزل كمان كان اداء. بص الكره دي، بص الكره دي اللي انا بقول لك عليها، بص في الدقيقه كام، من اول ما محمد سالم نزل وبدات الكره تحلو، يعني الجمله دي جميله. منتخب الاولمبي ناقص له ايه يا كابتن علاء؟ لا انا شايف انهم متكاملين، يمكن بس وليد قال بعض النقاط الضعف اللي في بعض اللعيبه، لكن دي تتعالج وتتعالج بسرعه مع الماتشات، مع كده مع معسكرات مع كابتن حسام. اكيد كابتن حسام زي ما في نقاط قوه ومبسوط طبعا النتيجه، لكن اكيد بيبص على نقاط الضعف ويبدا يعالجها من الوقت، لان زي ما بقول لك يا كريم بروندي مش هو المقياس، او كل مباريات اللعيبه منتخب الاولمبي بمعنى صح مش ده المنافسين لسه اقل يعني. جدا مش هي دي اللي تقيس عليها منتخب الاولمبي، لكن المنتخب الاولمبي لما يخش في منافسه قويه اعتقد هيبان قدرات اللعيبه دي، قدراتها التكتيكيه، قدراتها الفرديه زي ما كان وليد بيتكلم، اعتقد التركيز هيبقى اعلى. برضو حته انت لسه 2-0 بروندي وبتلعب هنا برضو يعني استسهال شويه، خصوصا كمان الخصم ما يقلقكش، لكن لما يخش في منافسه قويه اعتقد ان الامور هتتغير كمان. طيب ده بالنسبه للمنتخب الاولمبي. وكابتن وليد برضه قبل ما نقفل ملف المنتخب الاولمبي، كابتن حسام قرر ان هو يعمل معسكرات في نفس او توقيتات او مواقيت معسكرات منتخب مصر الاول، ان هو يعني عندنا احنا من 18 ل 21 معسكر لمنتخب مصر الاول مع هيكتور كوبر، كابتن حسام هيعمل برضه معسكر كده كده الدوري متوقف. صح. في شهر 6 عندنا معسكر طويل من 5 يونيو، من 5/6 ل 13 اللي هي مباراه تنزانيا، فبرضه هيعمل معسكر ويعمل ماتشات، ان هي هتبقى قبل بدايه التصفيات بتاعته في شهر 7، فعنده معسكرين الفتره الجايه برضه هيقدر يلعب فيهم ماتشات وديه ويقدر يثبت التشكيل. ما اعتقدش ان هو هيضم عناصر ثانيه كتير. صح؟ كلام مظبوط، يعني هي فكره بس يعني انا شايف ان الكابتن هيدخل بعض العناصر عشان يزيد التجانس شويه، خصوصا مين؟ في يعني ناحيه نص الملعب. حد من الدوري؟ ما عنديش حد ولا حد من المصابين ممكن ولا حد من المصابين ممكن، يعني انا برضو قائمه المنتخب الاولمبي تحديدا مش عندي قوي السن، يعني ما اعرفش نص الملعب تحديدا الديفندر. انا متاكد ان احمد سمير الباك ليفت غالبا هيخش على حساب محمد عادل جمعه، يعني احمد سمير برضو خبرته مع نادي الزمالك وتالقه حتى في الفتره، احمد سمير شويه هجومي. ايوه يعني هجومي، محمد عادل جمعه هو ممكن يخش مدافع. يا كريم عمر الوحش، عمر الوحش ممكن، ما هو كابتن حسام كان ارسو شويه في مصر. انا عارف دماغ عمر الوحش كويس، معايا في المنتخب، لكن هو في الحته دي لا تقيل وكويس جدا، بس طبعا هو دايما عايز
على طول انت فوق زي ما بيقولوا دماغه بتكلمه على طول لان فؤاد كده بيسرح شويه لكن هو في الحته دي لا مفيد جدا لو كان كان وليد عنده حته حفظ بس الحته بتاعه الاثنين اللي هم الديفندر في نص الملعب لا عمر بيعملها وبيعملها كويس يعني جدا يعني انا كمان. ببص دايما للماتشات اللي بعد كده الصعبه ما بالظبط يعني لما تلعب كوت ديفوار لما تلعب مثلا تونس المغرب هو ده المقياس نيجيريا اللي وصلت بدري انا حاسس ان لازم يزود السرعه شويه انت عارف يا كابتن رمضان ما بيردش كهربا ما بيردش فتحس ان الاثنين اللي في القلب دول في نص الملعب لازم يبقوا وحوش استسهال يا وليد برضه عارف انت بروندي وغالب 2-0 برضه انت عارف طبعا اللعيبه المصريه اللعيبه برضه انا عارف لسه طيب تعالوا نقول بعض الاخبار كده وبعدين نتفرج على اهداف الاسبوع ال24 عشان برضه نفكر مشاهدينا بالماتشات اللي اتلعبت الاسبوع اللي فات نادي دجله بيطلب التعاقد نهائيا مع محمد فاروق لاعب النادي الاهلي اللي هو كان انتقل من المقاولين للنادي الاهلي انت عارف محمد فاروق رايح اعاره فرصه برضه سهله قوي لاحمد سمير زي ما احنا شايفين ونادي دجله طالب التعاقد بشكل نهائي مع محمد فاروق في طاقم تحكيم جابوني هيدير مباراه الاهلي امام المغرب التطواني طاقم من الجابون ان شاء الله المباراه يوم 19 في المغرب لا مباراه العوده هي اللي هتبقى بطاقم تحكيم جابوني اللي هي مباراة القاهرة يوم 2 مايو المباراة اللي هناك هيبقى طاقم تحكيم جنبي اللي هو بكاري جسامة الحكم الجنبي يوم 19 والأهلي هيلعب برضو مباراة ودية مع موناكو الفرنسي في نهاية الموسم أحد شركات التسويق اتفقت أن النادي الأهلي يلعب مباراة ودية مع فريق موناكو الأهلي النهاردة أعلن عدم إذاعة مباراته مع الأسيوطي سبورت بسبب مستحقاته المالية من التلفزيون المصري فمش عارف المباراة هتتذاع النهاردة ولا لا بس الأهلي يعني بيقول كمان ان هو ابلغ الامن هل هيبقى في اتصالات ما بين اتحاد الاذاعه والتلفزيون والقنوات الفضائيه والنادي الاهلي عشان يعني الموقف ده نقدر نتفرج على ماتش الاهلي النهارده بص انا الاهلي واقع في يعني في ضيقه ماليه غصب عنه عليه التزامات عاليه جدا من المواسم اللي فاتت في لعيبه وقلنا الكلام ده في عدد من اللاعبين يعني هنطلع مثلا تريكا وبركات واحمد فتحي وحسام غالي الناس اللي هي اللعيبه الثقيله الكبيره اللي مش هتتكلم ليهم ارقام كبيره 5 مليون و6 مليون و4 مليون واحمد فتحي مش عارف ليه 3 مليون ارقام كبيره لكن طلع دول بره في عدد من اللاعبين اللي محتاجين ان النادي الاهلي يحل المشاكل الماليه معاهم يعني زي استاذ حمدي زي احمد شديد قناوي زي شكري زي مرجع زي لعيبه ليها مستحقات ليها مستحقات رؤوف برضه اعتقد بالظبط العدد كبير ومحتاج النادي الاهلي انه يقفل الملف ده فانا بشوف ان كل الجهات يا جماعه تمشي باجزاء يعني انا مش عارف ليه دي غايبه عن كل الناس انا النهارده النادي الاهلي ليه 15 مليون في التلفزيون ونفس الوضع اكيد التلفزيون ليه عند القنوات ونفس الوضع القنوات عندها ليها عند المعلنين شيء طبيعي دايره واحده طب ما كله يمشي اجزاء انا النهارده مثلا ليه 15 مليون اديني 5 نمشي بعض القنوات مثلا عليها 8 مليون اديني 3 المعلنين عليهم 10 مليون اديني 2 وهكذا العجله تمشي العجله تمشي خلي بالك موضوع توقف الدوري ده كان كارثه على كل المؤسسات وكل المعلنين بس كابتن كريم الحل سهل بس للاسف في ناس بتستنصح وبتتذاك يعني انا النهارده كلعيب ليا مثلا راتب شهري مثلا 50000 جنيه هو انت يتوقفه خالص ما تدينيش منه حاجه شهر واثنين وثلاث وتقول لي استحمل ما انا برضو هنهار انا عندي برضو التزامات لا اديني جزء اديني مثلا 20 من الخمسين همشي نفسي بيهم صح يعني دي انا وجهه النظر ولما تيجي فلوس تانية نكمل بقيه الاقساط كابتن كريم وجهه النظر دي انا قلتها من ساعه الثوره من 2011 ما اعرفش ما حدش بياخد بيها ليه يعني ليه فكره النصاحه ان انت تعمل فيها ناصح كل واحد بيستنصح على اللي قدامه لغايه لما الدنيا تقفل خالص يروح يحصل زي ما حصل النهارده طب مش زايه لا يعني ارجو ان المسؤولين في التلفزيون استاذ عصام الامير يتكلم مع المهندس محمود طاهر ونفس الوضع يتكلم التلفزيون مع القنوات الفضائيه ونفس الوضع القنوات الفضائيه تتكلم مع المعلنين ان يا جماعه نمشي اجزاء قناتين فقط هم اللي بيدفعوا ماشي الموضوع كان متقسم على 4-5 قنوات قبل كده قنوات بتقفل مفيش غير النهار والحياه فالتحميل هيبقى عليهم هو المبلغ الاكبر يعني ما عشان كده انا بقول لك فكره الاجزاء هي تحل المشكله لغايه لما السوق يستقر صح ولا لا والا انك هيبقى في لعب كتير من تحت الترابيزه يعني هيبقى كده في لعب من تحت الترابيزه ويبتدي الاستقطابات بالعكس احنا عايزين القنوات
تزيد مش تقل. يعني عندنا عدد من القنوات اللي طلعوا وفي قنوات هتاخد مباريات حصرية، فعايزين القنوات دي تزيد مش تقل، لأن لما بتزيد زي ما أنت بتقول بتتقسم على الجميع، ما بيبقاش على قناة واحدة أو اتنين أو تلاتة بس. طيب تعالوا نفتكر يا كابتن علاء مع بعض ماتشات الأسبوع اللي فات، الأسبوع الـ 24 من بطولة الدوري الممتاز، ونفكر مشاهدينا كده بنتائج الماتشات والأهداف اللي يعني اللي تم تسجيلها في الأسبوع الـ 24 قبل بداية الأسبوع الـ 25 النهاردة إن شاء الله بالثلاث لقاءات اللي عندنا. ده لقاء الجونة ودمنهور في ملعب دمنهور، واللقاء انتهى بفوز الجونة 2-1. شريف أشرف سجل الهدف الأول لنادي الجونة في الدقيقة 26 في الشوط الأول. الجونة بعد الفوز ده رفع رصيده لـ 24 نقطة. وبعدين في الشوط الثاني محمود سيد احرز الهدف الثاني النادي النادي الجونه، لحقها كده ببوز الجزمه غمزها من تحت. حلو يا معمول، حلو. احمد خطاب حارس المرمى. بقت النتيجه 2-0 في الشوط الثاني. بعدين عفروتو قلل الفارق وسجل الهدف يعني الوحيد لدمنهور من ضربه حره ثابته، وانتهت المباراه 2-1. وكده الجونه رفع رصيده عند 24 نقطه، ودمنهور تجمد رصيده عن 9 نقاط في المركز الاخير. دمنهور النهارده عنده مباراه مع بتروجيت في استاد السويس ان شاء الله الساعه 4، والجونه عنده ماتش بكره على ارضه مع المقاولين العرب. دي مباراه النصر والمصري انتهت 0-0 في استاد اسماعيليه. في كلام كده بيتردد في بورسعيد ان بكره المصري لو ما كسبش طلائع الجيش ممكن يرحل مكيده، وفي بعض الاسماء مرشحه. مش ممكن ده اكيد. يعني في اسماء مرشحه. مشكله كريم ان حتى كنا لتولي المصري اتكلمنا في الاستوديو ان بعد فتره توقف المصري راجع بمستوى ضعيف جدا. حتى وليد اشار ان في بعض اللعيبه كمان ما بتلعبش واللعيبه المؤثره، فواضح ان في حاجه مش مظبوطه في النادي المصري. برضه ما كده كان قاعد في اسبانيا فتره كده. ما ينفعش، ما دي مشكله، دي مشكله يا كريم. والدوري متوقف، لازم انت يعني تصلح. ما ينفعش فتره، يعني في ناس استغلت فتره التوقف دي ووضح عليها فرق كتير جدا، وضع عليها فتره التوقف استفادوا منها. ما ينفعش انت فتره التوقف دي تسيب فرقتك وتسافر اسبانيا. بالظبط. مش يعني حتى لو فرقتك يا سيدي كل حاجه فيها صح، ما ينفعش برضه، انت اكيد لازم تبقى موجود احسن. بس هو في الاخر يا كابتن عبء اداره. اداره طبعا. طبعا طبعا. دي مباراه اصلا شاف اللعيبه المقاولين. المقاولين والمصري 2-1 لصالح المقصه، تقدم المقاولين لبابا اركو في الدقيقه 16 في الشوط الاول. ده السيناريو الاكثر اثاره. الماتش كان حلو قوي وماتش مثير جدا. وكله كان متوقع تطلع مباراة حلوة. وبعدين في الدقيقة 93 مقصة بيتعادل. العيب الوحيد في المباراة دي انها اتلعبت الساعة 2 الظهر. كان يوم حر. عمرو بركات في الدقيقة 93 بيسجل هدف التعادل المقصة. اليوم كان حر. بص الكابتن هيبص في الساعة ازاي؟ ان مطرود واحد من المقاولين وعايز يعرف ان فاضل قد ايه، لان التعادل احسن من الهزيمه. وكل التغييرات اللي عملها الكابتن ايهاب جلال هي اللي اثمرت. ده السيد حمدي التغييره. ده فين؟ وعمر بركات تغييره ثانيه، وحسين كمان تغييره ثانيه. حسين رجب. حسين رجب. وبعديها بنص دقيقه على طول قدر عمرو بركات يعمل كوره لحسين رجب جوه ال 18، وحسين ببوز الجزمه خطفها كده من تحت محمود ابو السعود بدله، وكان الهدف الثاني. هدفين لمقصه في الوقت الضايع، وثلاث نقاط مهمه خلت مصر مقصه في المركز الرابع برصيد 37 نقطه، واستمر المقاولين العرب ب 33 نقطه بس نزل مركز الى المركز السابع. مقصه عنده بكره على ارض النصر ان شاء الله، المباراه هنذاعها لكم بكره باذن الله، والمقاولين عنده الجونه في الجونه بكره برده ان شاء الله. نستاهل مباراه بكره كريم بالنسبه للمقصه مع النصر. والمقاولين برضو ماتش مع الجونه في الجونه مش سهل. بس هو معروف ان الجونه ما بيكسبش على ارضه. ممكن يغير
ماتش الظروف. نوعا ما تحس ان في شويه طمانينه شويه. مباراه طلائع الجيش وحرس الحدود. محمود فتح الله تقدم لطلائع الجيش من ضربه حره ثابته. نتيجه وحشه جدا للفريقين على فكره في الدقيقه 46 في الوقت الضايع في الشوط الاول. الكابتن طلعت يوسف استاء جدا من اللعيبه وعمل خصم فلوس لان كان مهم يكسب المباراه دي. كان يتمنى انه يكسب المباراه دي تحديدا لانها كانت هتوديه في حته تانية خالص. بعدين احمد حسن ميكي تعادل في الشوط الثاني في الدقيقه 77. حرس الحدود 27 نقطه وطلائع الجيش 31 نقطه. ده هدف احمد حسن ميكي هدف التعادل. مباراه اتحاد الشرطه والاتحاد السكندري ضربه جزاء كان برضو في بعض الاخطاء التحكيميه. ضربتين جزاء مش ضربتين في ماتش اتحاد الشرطه والاتحاد السكندري وماتش مقاولين ومقص. دي ملهاش دعوه بحاجه خالص دي. بس وارد وارد يعني. ما اتفرجت على الحلقه طبعا بتاعتك مع الكابتن محمد حسين طبعا. قال نقطة مهمة جدا جدا. ما ينفعش يا جماعة التحكيم ولا يعتذر ولا يطلع يبرر ولا يطلع. الفكرة معلش أنا قلت طلائع الجيش 32 31 نقطة طلائع الجيش 32 نقطة. كمل وليد. أنا شايف إن التحكيم ده جزء من اللعبة عادي خالص. تغلط وخلاص عندك رئيس لجنة حكام يطلع في عقابات أو عقوبات داخلية في لجنة الحكام اللي الحكم اللي رئيس اللجنة شايف إنه يتوقف اللي شايف إنه يتخصم منه اللي شايف إنه يقف مباراة اللي شايف يقف فترة طويلة كل ده حاجات داخلية. لكن الأخطاء موجودة في التحكيم العالمي بشكل كبير جدا. احنا بنتفرج على كل المباريات الأوروبية والتحكيم ما ينفعش إن احنا يبقى دي الشماعة اللي كل المدربين بيعلقوا عليها نتائجهم السيئة. فبرضو يعني لو عايزين الصناعة دي تتقدم لو سمحتوا شيلوا ايديكم من التحكيم خالص. لما تلاقي حكم مرتشي وتقدر تثبت خلاص دخلوا السجن صح ولا لا؟ انما لا بس برضه مش هتقدر ما تعترضش يعني برضه ما اعترض بس يا كابتن يعني برضه في كره القدم في اوروبا برضه احنا بنتفرج على المدربين بيعترضوا صح. بس لما تلاقي حاجات مؤثره ضربه جزاء والله بيحصل امبارح لسه والله بيحصل كوارث بيحصل طبعا. بس في حاجه اسمها الحدود. في لحظه كله بيسكت. ضربه جزاء خلاص ضربه جزاء. يعني عايز اقول لك امبارح في مباراه ليفربول نيوكاسل 2-0 ضربه جزاء وهي النتيجه 1-0 ملهاش. بص لمين؟ لو لنيوكاسل وهو ليفربول متقدم لستيرلينج 1-0 لو اعمى هيحسبها واضحه جدا جدا. واحد بيزق الكره جوه منطقه الجزاء وراحوا اتنين شايطينه باينه جدا جدا. لكن واضح ان زاويه الرؤيه للحكم ما شافهاش فما حسبهاش. بص مفيش يعني كله راح قال له بنالتي خلاص سلام عليكم. مفيش بالظبط 3 ثواني ايوه 3 ثواني بالظبط كانوا بيلعبوا. انا بقى امبارح وانا بتفرج تخيلت ان دي لو عندنا كان الوقت وقف قد ايه؟ 7-8 دقايق. ده انت راجل. هي دي بقى المشكله عندنا يا كابتن كريم. اعترض. انا ما بقولكش ما تعترضش واطلع بعد المباراه وقول انا شايف ان انا اتظلمت النهارده كان ليا ضربه جزاء كان عليا ضربه جزاء ماشي. لكن في الاخر يبقى في حدود للاعتراض. احنا ما عندناش حدود للاعتراض. انت الحكم وصله الحكم انه يعتذر ان انا بوكو تقدم من ضربه الجزاء لاتحاد الشرطه وبعدين يتعادل عمرو مدحت ورده في الدقيقه 23 والمباراه انتهت 1-1 ونفس برضو رصيد الفريقين توقف عند 31 نقطه. بس اتحاد الشرطه لعب مباراه اقل. اتحاد الشرطه لعب 22 مباراه. اتحاد السكندري لعب 23 مباراه. المباراه دي كانت في اسكندريه. كانت في اسكندريه. حسام كان يهمه ان هو يكسب المباراه دي. بتفرق مع الاتحاد جدا. في نتائج كده يا كريم يعني ما بتخدمش زي انا بقول لك. يعني النتيجه زي بتاعه التحدي كان حسام طبعا اكيد يتمنى يكسب لكن حته ان هو ما يخسرش برضه وضيع ضربه جزاء كمان ضربه جزاء يعني محمد سمير نتيجه مرضيه مع ان سمير ما شاء الله من لعيبه اللعيبه ما بيضيعوش ضربات جزاء خالص يعني بيحطها كويس جدا. ماتش الاسماعيلي والاهلي 1-1 وتقدم عمرو السوليه كره خبطت في سعد سمير. الهدف ده يا كابتن كريم يعني في كل الاخطاء
الدفاعيه اللي في الدنيا. يعني لو عايزنا نحلله لان ده طبعا ما كانش معانا المباراه دي، ما كانتش معانا، بس عايز اقول لك ان في مشكله عند دفاع النادي الاهلي وخط وسطه في حته ايه. والكابتن علاء بقى يعني مدرب كبير ودي عارفها، المفروض ان المدرب يقولها لعيبته. الملعب ده متقسم مناطق ثلاث تلات، في تلت هجومي عادي ما تضغطش، اضغط بالراحه، حلق مفيش مشكله، في تلت في وسط الملعب تضغط بس اهم حاجه انه ما يعديش او ما يرقش، في التلت الاخير ده بقى لازم يبقى في حاجه اسمها تغيير السرعات. النادي الاهلي الهدف ده رقم 7 أو 8 في نفس اسطمبه واحده، نفس انبي، نفس ما بغيرش سرعتي وما عنديش احساس بالخطر. يعني الهدف بص كله، بص كله بيجري، بص سعد بيجري خطوه واحده، شريف حازم خطوه واحده، حسام غالي الناحيه الثانيه هتلاقيه لو الكادر مفتوح خطوه واحده، باسم خطوه واحده، مفيش حد بيغير سرعته. ايه ده؟ الحق ده هيدخل فيها جون. يعني حته الاحساس بالخطر هنا، الوحيد اللي غير سرعته امتى؟ سعد الدين سمير في اخر ايه؟ خطوه، عشان كده خبطت في رجله. يعني الوحيد اللي غير من الجاريه اللي هي العاديه، بص حسام اقف، معلش ارجع بيومي شويه، كمان هوريك حاجه، بس بص حسام غالي فين؟ حسام غالي اقرب واحد للسوليه. لو هو عنده حاجه اسمها استشعار الخطر، هضرب سبرنت يا اما هدخل في قلب السردباكين يا اما هغطي على عمرو السوليه. بص بقى كمل، بص الخطوه، خليك زي ما انت كده، بص خطوه سعد لو ضرب سبرنت جامد هيروح يغطي في الحته دي. شريف حازم بص الكره، كمل برضو زي ما انت كده، بس اقف. لو شريف هنا غير السرعه بتاعته وراح بسبرنت هيخلي الراجل ابراهيم حسن ده يلف، اصلا مش هينفع يلف، هيضطر يبقى وشه بره الملعب. بالظبط. سعد سمير لو خد الحته دي سبرنت هيروح في المكان اللي الكره هتيجي فيه. لكن بص الخطوه واحده، كمل بقى بيوم، خطوه واحده، محدش غير، بص واحده الكره، بص معديه من قدام سعد اللي هو لو خد خطوه. فين حسام غالي اللي احنا قلنا كان قريب من، مش موجود في الكادر خالص. ابتدى سعد سمير هنا يحس بالخطر فضرب سبرنت، راحت الكره جايه فيه. فالنادي الاهلي محتاج دي كويس قوي، محتاج مستر جريدو والكابتن احمد ايوب والكابتن علي ماهر يكلموا الرباعي بتاع خط الديفنس مع الاثنين الديفندر، امتى في التلت الاخير اغير سرعتي. ده حصل في انبي، وحصل في جون برضو الزمالك بتاع ايمن حفني، وحصل في اهداف كتير قوي النادي الاهلي ما بيغيرش سرعته في الناحيه الدفاعيه خالص، ما عندوش احساس بالخطر. فدي طيب. يعني لازم، ده كان هدف عمرو السوليه، وبعدين اتعادل مؤمن زكريا من ضربه جزاء في الشوط الثاني، وانتهت المباراه 1-1، وارتفع رصيد النادي الاهلي 40 نقطه ونادي الاسماعيلي 33 نقطه. معايا تشكيل الزمالك وسموحه، خلاص وصل اهو، لكن نتفرج بس على الماتشات بسرعه ونقوله مع بعض، وبعدين هنطلع فاصل ونرجع نتكلم على ماتش الزمالك وسموحه، او سموحه والزمالك. دي طبعا مباراه بتروجيت مع الاسيوطي سبورت 3-2 في ملعب الاسيوطي. تقدم جيمس تيدي لبتروجيت في الدقيقه 30. وبعدين الهدف الثاني عن طريق شاملس بيكلي لبتروجيت في الدقيقه 60. شاملس بيكلي بيلم وبيحط بوش رجله في المرمى، بقت 2-0. اخطاء دفاعيه برضو الفريق الاسيوطي سبورت، كابتن علاء لوحده خالص، ما فيش طبعا تخطيط اكسيه، لا الكره كمان وهي هناك مع الاسيوطي اتقطعت بشكل غريب، يعني حته ترحيل مش موجوده طبعا. وبعدين قدر عطيه النشوي يحرز هدف الاول للاسيوطي في الدقيقه 61 بعد هدف بيكلي على طول بالدقيقه، بقت النتيجه 2-1. وبعدين ضربه جزاء لصالح بتروجيت في الدقيقه 92 او 91 زي ما احنا شايفين. سجل منها مصطفى شبيطه الهدف الثالث، بقت النتيجه 3-1 لصالح بتروجيت. وفي الدقيقه 95 في الوقت الضايع برضو عطيه النشوي بيضيف الهدف الثاني للاسيوطي،
ولكن المباراه انتهت 3-2 لصالح بتروجيت. بتروجيت رفع رصيده 33 نقطه في المركز الثامن، والاسيوطي سبورت في المركز قبل الاخير برصيد 9 نقاط. كده هيتبقى مباراه الداخليه وسموحه 1-0 لصالح الداخليه. حسام باولو لعيب قوي يا حسام باولو، لعيب كويس فيرود يعني مميز قوي، بيخطف بيلعب بدماغه وبرجله، من اللعيبه الكويسين جدا. ناقص ماتش الرجاء وامبيا بيوم عشان برضه يبقى جبنا كل الماتشات. ماتش الرجاء وامبيا كده الداخليه بعد ما فاز الداخليه بقى 27 نقطه في المركز ال 14، ونادي سموحه في المركز ال 13 برصيد 28 نقطه. ويتبقى للداخليه مباراتين مؤجلتين، مباراه مع المصري ومباراه مع الاهلي وادي دجله. مباراه الرجاء وامبي انتهت 2-2 في الملعب الفرعي لاستاد برج العرب. طيب ناخد الجدول بقى نشوف موقف الفرق دلوقتي. الزمالك اللي عنده النهارده، يعني الناس كتير بتتكلم ان الزمالك لو كسب سموحه النهارده هيقرب كتير يا كابتن علاء، ولا نقدر نقول لسه بدري برضه؟ يعني خطوه مهمه، لكن هو طبعا لسه بدري يا كريم، الدوري طويل جدا، لكن هو بالنسبه له طبعا خطوه مهمه جدا لو كسب النهارده، خصوصا ان تعثر الاهلي وامبي المباراه اللي فاتت. امبي 44 نقطه وعنده ماتش يوم السبت مع الاسماعيلي. الاهلي 40 نقطه ولسه ليه مباراه مؤجله مع الداخليه، مباراه مؤجله اخرى مع وادي دجله. لكن احنا بنحسب على الزمالك ان الفرقتين لعبوا 21 مباراه. الاهلي النهارده عنده الاسيوطي سبورت 40 نقطه في المركز الثالث. مصر المقاصه بكره عنده النصر في ملعبه في الفيوم، وعنده 37 نقطه في المركز الرابع. الخامس وادي دجله 35 نقطه. وادي دجله عنده الاتحاد السكندري في ملعب المقاولين العرب. الاسماعيلي عنده امبي 33 نقطه في المركز السادس. المقاولين في السابع عنده 33 نقطه، وبكره عنده الجونه في الجونه. بتروجيت المركز الثامن 33 نقطه، وبتروجيت النهارده هيلعب مع دمنهور في استاد السويس الجديد الساعه 4 ان شاء الله. طلائع الجيش عنده المصري بكره في استاد اسماعيليه المركز التاسع 32 نقطه. الاتحاد السكندري العاشر 31 نقطه، وعنده وادي دجله. اتحاد الشرطه المركز ال11 وعنده الرجاء يوم السبت ان شاء الله. وفي المركز ال12 المصري عنده 29 نقطه، وعنده طلائع الجيش بكره. سموحه عنده الزمالك النهارده 28 نقطه. الداخليه المركز ال14 27 نقطه، والداخليه عنده حرس الحدود ان شاء الله يوم الاربعاء بكره. حرس الحدود المركز ال27، الجونه ال16، عنده المقاولين على ملعبه 24 نقطه. الرجاء مركز ال17 21 نقطه. النصر مركز ال18 عنده ماتش صعب بكره مع المقصه في استاد الفيوم 18 نقطة. الأسيوطي سبورت المركز 19 وهيلعب مع الأهلي النهارده. دمنهور المركز ال 20 9 نقاط وهيلعب مع بتروجيت النهارده. نقول تشكيل الفريقين بسرعة كده بالنسبة دي مباراة الرجاء وإمبي. زميلي بقى بيوم مخرجنا جابها لنا على طول. مباراة كانت دايما هو الرجاء هو اللي بيتقدم، تقدم بهدف ليه محمد مجدي، وبعدين اتعادل صلاح سليمان بالكره اللي احنا شفناها اللي هي سقطت ورا حارس مرمى الرجاء، وبعدين اسلام فؤاد من انفراد في الدقيقه 31، وبعديها برضو على طول تاني في الدقيقه 32 صلاح عاشور. المباراه كانت قويه وفيها اهداف، و الاهداف كلها تم تسجيلها في الشوط الاول، ما فيش اهداف خالص في الشوط الثاني. ده هدف صلاح عاشور، هدف التعادل. وامبي في المركز الثاني 44 نقطه، ونادي الرجاء في المركز ال16 ب 21 نقطة. المركز 17 الرجاء 21 نقطة. تشكيل السموحة النهاردة كابتن حلمي طولان بقى عامل تشكيل، ويمكن أنا توقعته امبارح التشكيل ده، بس في اختلاف شوية في الباك ليفت. كنت متوقع إن أيمن أشرف يلعب، بس النهاردة إبراهيم حسن، أعتقد أيمن أشرف عنده إصابة أو حاجة، إن هو بره القايمة خالص. مهدي سليمان في حراسة المرمى، ياسر إبراهيم والسيد فريد، كواكيو مانساو ناحية اليمين، برضه كان أحمد فوزي النهارده مقعده كابتن حلمي طولانو بيلعب بكواكيو ناحيه اليمين، ابراهيم حسن ناحيه الشمال، ابراهيم عبد الخالق واحمد نبيل مانجا ومصطفى طلعت، وثلاثي عمرو المنوفي واحمد شكري وهيرمان كوا. وانا شايف ان التشكيل ده دفاعي شويه، يعني بيلعب احمد نبيل مانجا ومصطفى طلعت وعمرو المنوفي وابراهيم عبد الخالق بيزيد، لكن يعني مكتر في نص الملعب كابتن حلمي طولان، وحاطط احمد شكري بس مع هيرمان كوا، الاثنين اللي عندهم الصفات الهجوميه اكتر. بالنسبه للزمالك هو هو التشكيل، انا قلت بس ايه، كنت متوقع ان باسم مرسي، ولكن النهارده خالد قمر اللي بيلعب، احمد الشناوي في حراسه المرمى، احمد ديودار وعلي جبر، حازم امام ناحيه اليمين، حماده طلبه ناحيه الشمال، ابراهيم صلاح واحمد توفيق،
معروف يوسف واحمد عيد عبد الملك وايمن حفني وخالد قمر. ده تشكيل نادي الزمالك النهارده مستر فيريرا المدير الفني البرتغالي. هنطلع فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل مع كابتن علاء ميهوب والكابتن وليد صلاح الدين، ونستعرض فنيا تشكيل الفريقين. نشوف بقى النهارده الفرقتين هيلعبوا ازاي. كابتن حلمي طولان عايز النهارده يعمل نتيجه ايجابيه، الزمالك عايز يكسب عشان يكمل الانتصارات. هنشوف الفرقتين هيلعبوا ازاي مع الكابتن علاء ميهوب والكابتن وليد صلاح الدين، ولكن بعد الفاصل ان شاء الله.